السلام عليكم. ما ثمش شكون يتبع في الشأن الرياضي التونسي والفترة، نحكي على الفترة الحالية، ما يحلش الفيسبوك ولا اليوتيوب ما يلقاش خبر على النادي الإفريقي ولا الترجي الرياضي التونسي. هذوما أكثر أندية قاعدين يقوموا بانتدابات، يعني عندهم أكثر أخبار من بقية الأندية. كيف ما ثمش شكون ما يحلش اليوتيوب ولا الفيسبوك الفترة الحالية وما يلقاش أخبار على حنا باعل المجبري؟ ما ثماش صفحة ما حكيتش في الفيسبوك على حنا باعل، ما ثماش قناة في اليوتيوب ما حكيتش على حنا باعل. اللي ميحبش حنا باعل، ما نقولش يكره، اللي ميحبش حنا باعل وصل كره، على خاطر تلقى ديما في التعليقات والله كرهتونا فيه، والله سيبونا يزينا ولا مسلسل. الكلام هذا متفاهمين فيه والكلام هذا راهو صحيح. كيف حتى اللي يحب حنا باعل المجبري فد مش من الأخبار، فد يحب يعرف مستقبل حنا باعل المجبري. كيف احنا والله العظيمة شخصينا فديت نحب نعرف مستقبل حنا باعل المجبري، يندرى باش يقعد في مانشستر يونايتد ولا باش يغادر على سبيل الا إعارة. لكن رانا زادها من نجموش كان الصحف العالمية اللي حنا باعل مش ولدهم، واثنين ماهوش يلاعب رئيسي في مانشستر يونايتد. كي تدخل للصحف البريطانية تلقاهم يحكيوا على حنا باعل أكثر من اللي يحكيوا على هالاند، أكثر من يحكيوا على من عرش أنا خروج رياض محرز من مانشستر سيتي باش نعرفوا قيمة حنا باعل المجبري. لذا كان هما يحكيوا عليه ما نجيوش احنا ولدنا وأبرز لاعب خلينا نقوله أو من أبرز الملعبية في المنتخب التونسي ما نحكيوش عليه. ما تجيش زيد راهو مثلا نقعد انا جمعتين ولا ثلاثة جمعات ولا شهر كامل نستنى في حنا باعل فينا باش يمشي باش من بعد نعملوا حلقة نقولوا اسمعوا الأولاد أو باش يكون في علبكم حنا باعل راهو قعدت في مانشستر ولا حنا باعل راهو مشى الفريق على سبيل الإعارة. لا، الإعارة الحكاية هذه ما تجيش. لذا كل خبر جديد على حنا باعل ولا على لاعبينا الدوليين يلزمنا نوصله لكم. حاليا ما ثماش اخبار على لاعبينا الدوليين، كل واحد شاد بلاست، كل واحد شاد جمعيته والمقابلات مازالت ما بداتش. لذا اللاعب الوحيد اللي الاخبار الكل والصحف الكل والعينين الكل مركزه معاه هو مستقبل حنا باعل المجبري. اكثر من هكا، هو كل نهار نورمالمون مستقبل اللاعب كل نهار يتعدى يولي اكثر وضوح. ليه حنا باعل المجبري كل نهار يتعدى الا ومستقبله يكون اكثر غامض؟ من الاول كانت الامور واضحه، لعبوا في الزوز المقابلات الاولى بما انه ركائز الفريق مازالوا ما حضروش ضد ليدز يونايتد وضد ليون الفرنسي، لعب كاساسي الشوط الاول من كل مقابله. في المقابلات الصحيحه ما كانش متواجد، كان في بعض في مقابله ريال مدريد ما كانش متواجد من نصله، والمقابلات الاخرى ضد ارسنال وضد بوروسيا دورتموند كان متواجد على دكه الاحتياط. وقتها فهمنا بنسبه كبيره انه المدرب الهولندي إيريك تن هاج ما حشتوش به وباش ينتقل على سبيل الاعاره. وقتاش الامور تلخبطت من الاول وجديد في المقابله الاخيره، بالرغم انه حنا باعل انزل في الشوط الثاني ضد اتلتيكو بلباو الاسباني، خاصه بعد ما تاكدنا من بعض الملاعبيه اللي باش يغادروا الفريق ومتواجدين في وسط الميدان على غرار اللاعب ماكتوميناي اللي ماشي الفريق وستهام الانجليزي وفان دي بيكا الهولندي ماشي الفريق ريال سوسيداد الاسباني. يعني وسط ميدان مانشستر يونايتد باش يكون اكثر شغور. صحيح فريق مانشستر او اداره الفريق تحب الى حد الان ومكبشه باش تتعاقد مع اللاعب المغربي لاعب فيرونتينا الايطالي امرابط، لكن امرابط ماهوش في مركز حنا باعل المجبري. مركز حنا باعل المجبري وسط، لاعب وسط ميدان هجومي في مركز اللاعب البرتغالي فرنانديز. حاجه اخرى يلزمهاش تغيب علينا باش وبها نزيدوا نتاكدوا اكثر انه حنا باعل ممكن يقعد في مانشستر يونايتد. ثم نوعيه نتاع الملاعبيه، من نوعيه هذوما في مانشستر يونايتد متواجد البرتغالي فرنانديز، ملاعبي ما يحبش يخرج، ملاعبي يتنبز وقت اللي تخرجوا في الربع ساعه الاخيره، ديما يحب يكمل مقابله كامله. يعني نوعيه كريستيانو رونالدو، نوعيه ليونيل ميسي، نوعيه امبابي، هذوما ملاعبيه نقولوا احنا انتوشابل، نقولوا احنا ما يتمسوش في الفريق. لذا النوعيه هذه تاع الملاعبيه ما تنجمش تحط له ملاعب احتياطي في قيمته ولا اقل منه شويه، على خاطر باش تصير مشاكل اللاعب الاخر كيف ما يحبش يقعد على دكه الاحتياط.
معناتها النوعيه هذه نتاع الملاعبيز ما كتحط لها ملاعبي صغير باش يكتسب منه اكثر الخبره وما عندوش مشكل كي يقولوا احتياطي يعني بروفيل نتاع حنبا على المجبله يعني فرنانديز وقت اللي مقابله مثلا مباراه كأس وقت اللي يكون متواجد على دكة الاحتياط وحنا بعد يكون متواجد مكانه ما عندوش مشكل وقت اللي في بعض المقابلات كي يلعب 75 دقيقة ومانشستر يكون منتصر 3-2-0 ويهبط مكانه حنا بعد المجبري كيف كيف ما يكونش ثم إشكال الوضعية هذه تساعد لعبنا الدولي حنا بعد المجبري وتساعد كيف كيف النجم الفريق كما قلنا البرتغالي فرنانديز وإدارة الفريق والإطار الفني اللي على رأسه الإيطال المدرب الهولندي إيريك تن هاج وهذيك علاش قلنا بنسبة كبيرة حنا بعلى المجبري باش يقعد الموسم الحالي في فريق مانشستر يونايتد بالرغم أنه صحيفة ذا سان البريطانية اليوم اتأكد أخبر أنه بوروسيا دورتموند قدم مبلغ آخر لفريق مانشستر يونايتد قيمته 15 مليون أورو للظفر بخدمات حنا بعلى المجبري نهائيا. القايد من علاش إدارة مانشستر ما خرجتش ووضحت الأمور حنا بعد راهو قاعد ولا علاش تقعد تستنى للاخر ما يتسيبوا على سبيل الإعارة باش من توا يشوف أموره ومن توا يتأقلم أكثر في أجواء الفريق الجديد اللي باش ينتقله على سبيل الإعارة. المشكل له في إدارة مانشستر يونايتد وله في المدرب الهولندي إيريك تن هاج اللي ما عندوش مشكل وقت اللي يقعد له حنا بعد المجبري على دكة الاحتياط وقت اللي يستحقه في دقيقة بعد 10 و 15 المقابلة يقول له الله الله يبارك سيدي أنا حاضر. المشكل في الوكيل أعمال حنا بعلى المجبري من حقه باش يضرب على مستقبل موكله حنا بعلى المجبري إلى حد الآن قاعدة يتفاوض مع إدارة مانشستر يونايتد يندرى وقت اللي باش نقعد باش تعطيوني فرصتي راهو هذا كله يزم يكون موثق في الكونترات واللي ممكن بنسبة كبيرة باش يجدد موسم إضافي مش ليه ورأس ولدي نعطيوك فرصتك ورأس ولدي ما تلعب ليه كل شيء يزم يكون موثق حنا بعلى المجبري يزم ياخو وقت معين الموسم الحالي سينو راجل يقول لك نمشي على سبيل الإعارة. تقلو للإعلامي إلياس بن صالح مختص في آخر أخبار لاعبين الدوليين اليوم في إيفام تطرق الموضوع وقال إنه اختيار أنيس بن سليمان واختيار إلياس العشوري كان أفضل من اختيار حمزة رفيعة. خلينا نسمع ساعة مع بعضنا شنو قالوا بعد نرجعوا عادنا ما نحكي. في دقيقة 56 أنيس بن سليمان في شفيلد يونايتد معناتها فرصة لي تو مثال كيما الياس العاشوري كيما نيس بن سليمان هل هي فرصة باش يبرزوا شأنهم شأن حمزة الرفيعة؟ بالنسبة لي اختيارات الياس العاشوري وطبعا نيس بن سليمان أفضل من اختيار حمزة الرفيعة لأنه يعني مثلا نيس بن سليمان من الدنمارك يمشي للدوري الانجليزي مع شيفيلد يونايتد فريق محترم جدا وشوي بشوية اكيد بشيخه وقت ويحاول يفتك مكانه والياس العاشوري اللي ينتقل حسب رايي للاحسن فريق في الدوري الدنماركي اللي هو الدوري اللي يعطي لاعبين بقيه الدوريات الاوروبيه الكبرى كيما المانيا فرنسا اسبانيا انجلترا وغيرهم. اف سي كوبنهاغن فريق يعني تاريخي في الدنمارك عمل باركور باهي في بدايه التصفيات متاع دوري ابطال اوروبا والياس العاشوري اللي كان موجود تقريبا في اربع مقابلات سجل فيها هدف وصنع هدف يحتاج لوقت اكثر من اجل يزيد ويتاقلم اكثر مع الاجواء في الفريق ونتوقع انه مفاجاه الموسم هذا مش يكون الياس العاشوري كما بتبع عمل عيسى العيدوني مع فريق فرانك فاروز المجري. يعني هو تطرق للثلاثة ملاعبية اللي حكينا عليهم وقال اختيار حمزة رفيعة كان اختيار غير صائب. راهو الياس العاشوري صحيح من الدوري الدنماركي لو يقدم موسم كما قدموا الموسم الفارط أكيد وبنسبة كبيرة ينتقل للدوري الإنجليزي لأنه الدوري الدنماركي نعرفوها المصدر الأول للدوري الإنجليزي يعني لاعب يكون متواجد في دوري الدنماركي الأولى أو أول اختيار هو يكون الدوري الإنجليزي بعد يجي الدوري الإسباني ويجي الدوري الفرنسي الألماني بدرجة أقل الدوري
الإيطالي. يعني اختيار إلياس العاشوري هو اختيار مما لا شك فيه اختيار صائب، كيف اختيار أنيس بن سليمان. الدوري الإنجليزي شيفيلد يونايتد متواجد في البريمير ليج، يعني أنيس بن سليمان يلزمه يكبس روحه، أنيس بن سليمان يلزمه يحاول باش يقلع بلاصته أنه يكون لاعب أساسي، أنه يكون لاعب ركيزة في الفريق، ولو كان هذا ما صارش أقل القليل يكون يشارك بانتظام الموسم الحالي باش الموسم القادم يثبت روحه ويقلع بلاصته. لكن حمزة رفيعة راهو كيف الخيار متاعه راهو صائب بمئة بالمئة. السيد عنده سنوات متواجد في الدوري الإيطالي، يعرف أجواء الدوري الإيطالي من يوفي وقت اللي مشى للدوري البلجيكي على سبيل الإعارة، ما نجحش، انتقل للدرجة الثانية الإيطالية، انتقل للدرجة الثالثة الإيطالية، حاليا متواجد في الدرجة الأولى الإيطالية، يعني مستانس بأجواء الدوري الإيطالي. وأكثر من هكا حاليا كنشوفوا المدرب نعرفوا أنه حمزة رفيعة باش يكون عنصر فعال الموسم الحالي في الفريق. يعني راهو حمزة رفيعة كان يقدم موسم كبير مع فريق ليتشي، ونقوله لو يعاود موسم آخر مش مشكل، لكن كان يقدم موسم كبير الموسم الحالي، راهي الأندية متاع الأندية الكبيرة في الدوري الإيطالي، نحكيه على الأربعة والخمسة الأندية الكبيرة، راهي ما عندهاش فلوس، راهي باش تجيب لك ملاعبي من الدوري الانجليزي وتجيب لك ملاعبي من الدوري الاسباني ولا ملاعبي ممتاز من الدوري الارجنتيني ولا الدوري البرازيلي، على خطر النوعيه هذه نتاع الملاعبيه يفوكوا فيهم. فكان الانديه الكبيره اللي عندها برشا فلوس ولا مجال للانديه الايطاليه باش تنافسهم، لذا تقعد في السوق، تقعد تلوش في السوق المحلي. حمزه رفيعة كان يقدم موسم ممتاز، خاصه يقدم تمريرات حاسمه، سجل خاصة أهداف، رانا النجم نأكدوا حمزة رفيعة عادي جدا الموسم القادم تلقاه في فريق روما، تلقاه في نابولي، أقل قليل تلقاه في فريق أفضل من فريق ليتشي الإيطالي. وعليش رانا كي قلنا خيار حمزة رفيعة خيار صاحب على خاطره مستانس بأجواء الدوري الإيطالي، نشوفه مع بعضنا الياس السخيري. الياس السخيري قدم موسم عالمي مع فريقه كولن في الدوري الألماني، وسمعنا ميلان وويرا، مش الأخبار هذيك غالطة، لا، الياس السخيري يعرف أجواء ومتأقلم أجواء الدوري الألماني، يقول لك ننتقل الفريق أفضل من كولن وما ثماش علاش باش ننتقل لدوري آخر اللي نوعا ما ينجم ما يكونش مضمون المستقبل اللاعب. ونختموا الحلقة بالياس العاشوري. الياس العاشوري في الحلقة البارح قلت تفرجت فيها في مباراة كوبنهاجن أمام سبارتا براغ التشيكي في الدور التمهيدي الثاني مؤهل دوري مجموعات رابطة الأبطال، أعطيت بالضبط بما أني شاهدت المقابلة، قلت الياس العاشوري كيفاش لعب؟ قلت الياس العاشوري لعب دخل دقيقة 56 لنهاية المقابلة، فريق كوبنهاجن الشوط الأول كان 0 بدخول الياس العاشوري، بعد دخوله بربع ساعة كيف كوبنهاجن 0 والياس العاشوري 0، الربع ساعة الأربعة الدراج الأخرانين تحرك الياس العاشوري وتزامن التحرك متاعه وبتحرك الفريق ككل، كان ممكن بنسبة كبيرة وراء انتصار فريق كوبنهاجن لو عرف كيفاش يتعامل مع الفرص الواضحة اللي جاته. لهنا ردي ما نشكك في إمكانيات الياس العاشوري، شخصياً فرحان على الأخر بالياس العاشوري وباللي قدمه في المقابلة الودية أمام المنتخب الجزائري واللي قدمه الموسم الفارت واللي قاعد يقدم فيه إلى حد الآن مع فريقه كوبنهاجن. لكن راهي فيه كي نعمل حلقة راني مانيش نقعد نحكي على ملاعبي وعلى الميزات وخصال ملاعبي ويندرى هذا ملاعبي ولا هذيك، حاطينه على جنب ومتفاهمين ومما لا شك فيه، راني نحكي على المقابلة. أنا كي نجي نقول اليوم الياس العاشوري صفر، راه مش معناه هو صفر، ليه؟ المردود اللي قدمه اليوم صفر، غدوة يقدم مردود محترم نقولوا قدم مردود محترم، ونعرفوا في المجمل الياس العاشوري ملاعب كبير وبحول الله عنده مستقبل كبير، لكن راني قلت صفر في الربع ساعة الأولى وقت اللي أهبط، الباقي الكل قدم أداء ممتاز، قدم أداء محترم، قدم أداء يخوله أنه يكون لاعب أساسي في الفريق. حلقتنا اليوم وفات، ما نجمو كان نقوله حظ موافق للمنتخب التونسي، حظ موافق للاعبين الدوليين في الدوريات الأوروبية وفي الدوري التونسي. تحية تونس، تعيش تونس، كنا تونس وسلام.